في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفلت وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ومجموعة من ذوي الهمم وذويهم بعيد الفطر المبارك من خلال جولة نيلية واصطحابهم في حافلة مكشوفة بشوارع القاهرة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على بناء قدرات هؤلاء الشباب وترسيخ ثقافة الولاء والانتماء لديهم. بحافلة مكشوفة تجوب شوارع القاهرة، احتفلت وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ومجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وذويهم بعيد الفطر المبارك. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لهؤلاء الشباب والارتقاء بقدراتهم الثقافية والمعرفية والحوارية في إطار بناء الإنسان في هذه المناطق، والتي تسعى المبادرة إلى تدعيمها بمثل هذه الفعاليات. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. الاحتفال مع هؤلاء بالعيد امتد إلى صفحة نهر النيل، حيث تم اصطحابهم في رحلة نيلية رسمت لوحة فنية من الفرحة امتزجت بجمال طبيعة النيل، استمتع بها الشباب على خلفية معزوفات موسيقية وأغاني متنوعة تفاعلوا معها. مبادرة كلنا واحد أسعدتني النهاردة، وكان يوم سعيد بالنسبة لنا وكلنا اتبسطنا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة جميلة جدا، وأنا فرحانة جدا باليوم دوت، وهي شيء عظيم بجد. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. مبسوطة أوي إن أنا أديت أول يوم العيد بشكل مختلف جدا، اليوم كان جميل قوي بصراحه، ويا ريت اتكرر تاني ان شاء الله. واشكر الرئيس ان هو دايما فاكرنا، وعاملين النهارده حفله جميله قوي واتبسطنا فيها. وسط هذه الرحله قدمت الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات عروضا متنوعه عكست قدرات رجالها في التحكم في اللانشات المستخدمه في مهام عملها، حيث أثنى الشباب على هذه العروض وعلى حرص الوزارة على التفاعل معهم والاحتفال بهم. النهاردة احتفلنا بالعيد، كان يوم جميل النهاردة. أشكر سيادة الرئيس وأشكر وزارة الداخلية على المجهود الكبير اللي بيعملوه معنا، بجد مبادرة بنستفاد منها ومبادرة حلوة قوي. اليوم النهاردة كان حلو مع وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر، وكل سنة وانتم طيبين، وأنا بشكر سيادة الرئيس. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد. اليوم كان جميل جدا وشفنا حاجات جميلة، وبشكر كل القائمين على أولادنا ومساعدتنا. كان يوم عيد، وهو كمل اليوم ده بالمبادرة الجميلة اللي عملها لاولادنا. انا شفتهم هم يقولوا يا تحيا مصر. بحبك يا سيسي وبفتح الرئيس، بحبك قوي. نشكر رئيس الجمهوريه على اليوم الرائع ده والاحتفاليه الجميله دي، ونقول تحيا مصر ويحيا رئيسنا وكل سنه وانتم طيبين. هذه الاحتفالات هي جزء من خطوات كبيره قطعتها وزاره الداخليه في دعم ومسانده شباب وطلائع المناطق الحضاريه الجديده، وكذلك اصحاب القدرات الخاصه، في إطار مبادرة جيل جديد التي رسخت لديهم أسمى معاني الولاء والانتماء والتعاون والرغبة في تحقيق الأفضل لهم ولوطنهم.
فعاليات متميزة لمبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من خلال الاحتفال معهم ومع مجموعة من ذوي الهمم بعيد الفطر المبارك، ما أدخل الفرحة والبهجة في نفوسهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.